بسم الله الرحمن الرحيم. سألتيني على اليوم كاين إفراغ ديال المقر ديال المقر ما عرفتش غنسميه دابا الاتحاد العام ولا العزابي. هذا مقر سيدي قال العزابي بأنه إدريس أبلادي احتل الشقة ودعاني في إطار الاحتيال ديالو وفي إطار الجبن ديالو وفي إطار أنه ما بقاتش عنده الشعبية ديالو وفي إطار أنه تفضح كل شيء مشى دعاني باسم دعا باسم الاتحاد العام وطلغت له الدعوه ومشى دعاني باسم إدريس أبلادي حتى للشقه والخبره اللي خرجت ديال الاتحاد ديال اللي خرج هو الخبره ديالو كتبين فيها بانه موضوع لافته الاتحاد العام وهذا يثبت بانه الاتحاد العام مشى كتبوا في 2019 شهر تسعود بامر من حميد شابط اللي دعا او طلب من الورثه مسكين ديال العلوي تيتنا الله يرحمه ويوسع عليه مناضل ونعم المناضلين قال لهم يكتبوه لهم مشاو كتبوه في اطار احتيال في اطار نصب احتيال في اطار خيانه الامانه في اطار انهم بغاو ياخذوا يستوليو على الاملاك ديال المناضلين وبالتالي حكمت لهم المحكمه على إدريس أبلادي. إدريس أبلادي ها هو ولكن المحكمه قالت لي نخرج المستلزمات اللي لداخل ما دياليش وما نديرش انا بحاله هو نصب انا ماشي نصب ما نصبش انا ما نهش شي حاجه ماشي ديالي تما ما عنديش تستيلو خليت المسائل تما وقال لك انا وقفت في وجهه التنفيذ انا ما وقفتش في وجهه التنفيذ هذا الشيء اللي لداخل في ملكيه المناضلين ملكيه الاتحاد العام ما نقدر نهز تستيلو منه غيبقى تما الان كنهضر معكم دابا بالصفه ديالي ككاتب اقليمي للاتحاد العام غادي نكون واقف مع هاد الناس اللي وضعوا فيا الثقه واللي هذه عامين او ثلاث سنين الحمد لله وهما عارفين شكون هو إدريس أبلادي يعلمون جيدا رغم المغالطات رغم الاكاذيب رغم التسويق ديال المجموعه التغيير جاء في الاتحاد العام التغيير جاء في حزب الاستقلال نهايه العهد البائد بصفه نهائيه ولا داعي انكم تبداو تشبطوا في القشه الغريق بحال شي غريق الا كاين شي نضال الا كاين شي معقول الا كاين شي حاجه مرحبا تحيه نضاليه وعاش الاتحاد العام الشغالي.